السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوسنا اليوم إن شاء الله ال او دي ايكوسونيك 32 بوصة، به عطب مشكل تغيير الألوان فقط ولا يستجيب لأي شيء. فقمت بمراجعة فيت بانيل فلاتا على التيكو، ربما يكون بها خلل أو الرطوبة أو أي شيء. كل شيء جيد في هذه الحالة. تفحص التيكون، قمت بشحن أو تغيير لبرون تيكون لا جديد. كما تعلمون هذا هو رقم موديل الماين. قمت بعدة إجراءات في تفليش الفلاشة سبي فلاش كما تشاهدون. بعدما قمت بنزعها فاكتشفت أن هناك خلل ربما على السوفتوير الخاص بسيرفيس بانيل، ربما هناك خلل أيضا. فقمت ببرمجة الفلاشة وظهر لي مشكل بعد بطبيعة الحال قراءة الفلاشة سبي فلاش كما تعلمون. فبداية القراءة فهي تعطي كل الإشارات بأنها جيدة في هذه الحالة. أما الآن سوف أقوم بفتح برنامج قراءة الفلاشة بروغرامر. في هذه الحالة سوف نقوم بقراءة الفلاشة، نعم، فهي تظهر كل معلومات الفلاشة أي كود الفلاشة 25Q64. وسوف أقوم الآن بإعادة برمجتها. فأنا الآن لدي شحنة للفلاشة أو للجهاز برقم الماين وكذلك البانيل كما تشاهدون. فهذا هو رقم الماين، وبعدها إن شاء الله سوف نقوم بقراءة الفلاشة بطبيعة الحال. كما تعلمون فهذا المشكل يجعلك في حيرة بأن التيكو أو الفلاتة ربما تكون فيها خلل. بعد الفحص ومعاينة المشكل لم أتوصل إلى حل إلا بنزع الفلاشة وإعادة شحنها بفلاش أو دامب جديد. فهنا بداية القراءة الفلاشة فهي جيدة. فالقراءة الأولى وليست هي القراءة الثانية. فقراءة الأولى في الملف أو شحن فلاشة عبر الدامب جديد لنتفادى أي خطأ على السوفتوير أو تغيير في إعدادات البانيل ربما. فهذا هو الخلل الذي يؤدي إلى هذا الشكل من الأعطاب لتغيير الألوان. فهنا قريبا ينتهي شحن الفلاشة وبدايتها، نعم بشكل صحيح تتم العملية الآن. لكن بعد أن يتم البرنامج مراجعة أي فيريفي كود ميموار، ففي هذه الحالة يقوم البرنامج بمراجعة الدامب داخل الفلاشة. فاتضح لي أن هناك ربما عطل أو عطل داخل الفلاشة أو الدامب نفسه الأصلي. لذلك كما تعلمون هذا هو كود الفلاشة. فهنا سوف يظهر لنا خطأ ايرور كود ادريس، يعني رسالة أن هناك خطأ على الفلاشة. فبمجرد أن ظهر لي هذا الخطأ قمت بالاستعانة بفلاشة جديدة وبشحنها بدامب جديد حتى أتفادى خطأ على الدامب. وبهذه الطريقة إن شاء الله نحل المشكل مع تغيير هذه الفلاشة القديمة. فأنا اختصرت في الفيديو حتى أنني قمت بتركيب الفلاشة الجديدة مع
شحنها بضم جديد، لذلك إن شاء الله سوف نقوم بتشغيل الجهاز ونكتشف أن العطل كان سببه هو الفلاشة العاطلة، رغم أن البرمجة تقوم بقراءة الفلاشة بشكل صحيح، لكن عند مراجعة الملف تعطينا خطأ في الفلاشة. فكنظن أن الجهاز في هذه الحالة هو اشتغل جيدا وتم تجاوز المشكل بتغيير الفلاشة بطبيعة الحال، والجهاز شغال. والسلام عليكم ورحمة الله.